مرحلة حرجة يشهدها العالم، تعددت فيها جبهات القتال والحروب والصراعات الدولية، مرحلة أعادت الذاكرة لمشاهد لا تنسى من حروب القرن الماضي وما سببته من دمار لملايين البشر. بات اليوم الحديث عن القنابل والأسلحة الذكية الشغل الشاغل لدول تستعرض ترسانتها وإمكانياتها الحربية، والتي تحولت لتجارة مربحة تدر مليارات الدولارات على الرغم من الجدل حول حقيقة كونها ذكية من عدمه. فما هي الأسلحة والقنابل الذكية؟ وما الاختلاف بينها وبين القنابل الغبية؟ وهل حققت القنابل الذكية الغرض من تصنيعها؟ أم أنها باتت وسيلة لحصد أرواح المزيد من المدنيين في الحروب؟ القنابل الذكية أسلحة ذاتية التوجيه ونوع من الذخائر المصممة لتحديد أهدافها بدقة عالية باستخدام أنظمة توجيه متقدمة عبر الأقمار الصناعية والليزر وإشارات الراديو والرادار والأشعة تحت الحمراء، وبالتالي تقليل عدد الذخائر المستخدمة في الحرب وإلحاق ضرر أكبر بالأهداف. وهذا جوهر اختلافها عن القنابل الغبية التقليدية التي تسقط بشكل عشوائي دون توجيه دقيق ولمسافة تبعد أحياناً 1000 قدم من الهدف المحدد. أنظمة توجيه تعمل بشكل فعال على تحويل القنابل الغبية إلى ذخائر موجهة ذكية باستخدام نظام توجيه واحد أو أكثر لتحديد الهدف، حيث كان هدف تصنيعها تعزيز دقة ومرونة الضربات الجوية في إصابة الأهداف سواء كانت ثابتة أو متحركة. وعلى الرغم من تطور القنابل الذكية بشكل كبير خلال العقود الأخيرة لتصبح أكثر دقة وفاعلية وجزءا أساسيا من الترسانة العسكرية الحديثة للدول العظمى، إلا أن التساؤلات والتشكيك بفاعليتها بات يشكل مصدر قلق بعد تحولها لأداة تحصد أرواح المدنيين بشكل عشوائي على عكس الاعتقاد السائد بشأنها. الولايات المتحدة ومنذ وقت طويل روجت للقنابل الذكية على أنها الأداة الأكثر فاعلية في الحروب، فبدلا من اضطرار السلاح الجوي لإسقاط العشرات أو المئات من القنابل الغبية لضرب هدف ما، فإن واحدة من القنابل الذكية قد تؤدي هذا الغرض. لكن خبراء عسكريين وضباطا في الجيش الأمريكي قالوا إن ضربات القنابل والصواريخ الذكية قد لا تحقق أهدافها المطلوبة على الرغم من دقتها، وقد يتطلب استخدامها القيام بضربات متتالية وتقود لأضرار جسيمة في بعض الأحيان، شأنها في ذلك شأن استخدام القنابل الغبية، وبذلك أصبحت الأسلحة الذكية بمرمى هشاشة الهدف من تصنيعها. حروب عدة تم استخدام القنابل الذكية الأمريكية خلالها، كان أبرزها حرب تحرير مدينة الموصل شمال العراق من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عام 2017، وتدمير مواقع تجمع قادتهم واستخدامها بمدينة الرقة السورية للغرض ذاته، حيث كان الهدف منها تقليل الأضرار المادية وتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين، إلا أن النتيجة جاءت بتدمير عديد المباني وقتل الآلاف. واستخدامها أيضا من قبل أوكرانيا في قصف الأهداف الروسية بواسطة ذخيرة الهجوم المباشر التي تحصل عليها كييف ضمن إطار حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الدورية، واستخدامها في الحرب التي تشنها إسرائيل على مدينة غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تسببت بتدمير شبه كامل للمدينة وإبادة جماعية لسكانها. والسؤال المطروح بعد كل ما تقدم ذكره، هل أن القنابل الذكية لا تتمتع بالقدرات الفعلية الخاصة بتصميمها، أم أنها سلاح ذو وجهين تتحكم به الإرادات السياسية للدول المصنعة لها، فتارة تكون ذكية وتارة أخرى غبية؟